أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة التربوية الأردنية زينب السعود. تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. ثلاثة أحرف آبور قتلى وموت لم يكن كالموت سهلا، وغزة تحضن الأنقاض قهرا وتحضن أذرع الأنقاض طفلا، فلا الأكفان تفصح عن بياض ولا الآيات بعد الموت تتلى، وغزة ترتدي الأحلام ليلا وتلبس في النهار ثياب ثكلى، تساق لذبحها اليومي لما تولاها الردى فيمن تولى، تغاث بموتها وقد استغاثت بمن دفقوا عليها الماء مهلا، يراودها السلام وحين همت إليه كانت الخطوات خجلا، أصابتها عيون من عدو حقود بالعمى يا رب تبلى، يسوع بطهرها القدسي أوحى ونور المصطفى فيها تجلى، دم الشهداء منتفض ينادي شبعنا يا صلاح الدين ذلا، فما عاد النسيم يزور فجرا ولا عاد الصباح يفوح طلا، وغزة ما لها في الكون ثان عروس في الدماء تميس دلا، بحناء وفي دمها استحمت لتلقى في خضم العرس ويلا، ومنذ النقبة السوداء ظلت كوابيس الحروب تمر عجلا، فلسطيني ثار وكان أعتى سلاح عنده قوسا ونبلا، رهان صموده الأزلي ظلم تجرعه على مضض وظلا، وقد شابت مطالبه وشابت شعارات الجدود نريد حلا، وغزة شامة في جيد أرض وكم طاغ مدى التاريخ ولا، وللأعداء في فمها نداء أعيد الأرض ثانية وإلا. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. السلام عليكم جمهور فضائية الرافدين، هذا كتابي جئت أقدمه إليكم، هي عبارة عن رواية تتحدث عن حالات الهجرة خلال نكبات الحروب والمآسي اللي حصلت في الوطن العربي، واضطرت أعداد كبيرة من المواطنين العرب الهجرة إلى دول أوروبا، دول تختلف في قيمها، تختلف في عاداتها، تختلف في لغتها، وبالتالي أحدث هذا الأمر مشاكل عديدة، كون المهاجرين كانوا مضطرين أن يلجأوا إلى الطرق الغير شرعية في الهجرة من دولة إلى دولة إلى دولة، إلى أن وصلوا إلى المنطقة التي يهدفون الوصول إليها، وبالتالي تعرضوا لنكبات أخرى غير النكبات التي تعرضوا فيها في أوطانهم، وبالتالي تعرض عدد كبير من المهاجرين إلى الموت أو إلى صعوبات كبيرة ومغامرات خطيرة. والكتاب يتحدث
عن الاختلاف في القيم والاختلاف في العادات بين شعوب المنتقل إليها هذا المواطن العربي، وبالتالي قد تحدث مستقبلاً مشاكل اجتماعية ومشاكل صحية للمهاجرين لهذه الدول، كون قوانينها تختلف عن قوانين بلاد العرب وكون عاداتها وقيمها تختلف كلية، فوبالتالي ممكن أن تحدث فجوة كبيرة في العادات وتؤدي إلى تغيير فكرة المهاجر إلى الوطن الأجنبي. الكتاب يحتوي على مغامرات عديدة تشد القارئ، خاصة أن النكبات جميع سمعوا عنها وسمعوا عن حالاتها وتأثروا بها، وما زالت مناظر الأطفال الطافيين على وجه الماء تؤذي مشاعرنا. فهذا مضمون الكتاب، أتمنى لكم فرصة جيدة لقراءته والانتفاع منه. تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة، كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين. الآن في عنا المتدربين ومحبي الخط مشكلة في الأدوات، يعني دائما أدوات الخط هي يعني الهاجس عند الخطاطين. الآن نتعرف على بعض الأدوات، يعني ممكن من يكون منها جاهز وممكن من يجهزه نحن بأنفسنا. عنا القصب وهو أنواع، في عنا اللي هو البامبو، وفي عنا قصب مستورد الإندونيسي هندام، في عنا أنواع قصب إيراني، أنواع من القصب كثيرة. ولكن الآن أنا ما حصلت القصب، الآن أنا في بعض مراحل يعني كنت يعني أكتب فيها فلا أجد مثلاً القصب. عندي أعواد الأكل الصينية، قمت بنحتها من الجهتين وإن شاء الله ننحت قصبة، نحتها من الجهتين وقطيتها بالمقط وكتبت فيها بكل أريحية وكانت كتابة جميلة. يعني هذه الأعواد الصينية تقط من الجهتين وتكتب بها بكل يعني انسيابية وجمال. فهذه من احد الخيارات بالنسبة للمبتدئين او من لا يجدون الادوات. هذه مثلا بلاستيك اكريليك، نفس العملية استخدمت فيها. الان هذه ايضا جزء من اي قطعة خشب واستخدمت، يعني فعاليتها تكمن في أنها يعني تشبه أو يعني تقترب من تفاصيل البامبو، وهو أصلاً هو خشب يعني في النهاية. الآن هذا قلم عادي يباع في السوق، هو قلم حبر طبيعي، وهذا جزء صغير جداً من القصبة، يعني هو قطعة صغيرة من القصبة بإمكاننا نحتها، وإن شاء الله نأخذ يعني كيفية النحت ونضعها على هذا المقبض فتصبح قلم جميل أيضا أستطيع أن أكتب به أيضا بكل سلاسة، وهو قلم جميل لأنه أصله يعني أصله بامبو، يعني أصله القصب الذي أنا أريده، ونظافة في الكتابة يعني رائع صراحة. هذا خيار من الخيارات أيضا التي يمكن أن أعتمد فيها، وطبعا في السوق الآن موجود في الكثير من الأنواع من القصب. الآن كيفية نحت القصب، كيفية نحت القصب، أنا أحتاج إلى القصبة، أحتاج إلى كتر أو مشرط أو سكين يعني بأي نوع من الأنواع، وبكل بساطة
أثبت القصبة في مكان معين، ثم أبدأ على بعد إبهام يعني تقريبا 4 أو 5 سنتي أفتح القصبة اللي هي عملية الأولى، عملية فتح القصب. يعني طبعا إذا كانت نوعية القصب ممتازة، الآن هذا من النوعيات الممتازة فهو صلب جدا، نفتح إلى يعني هذه عملية الفتح. الآن إلى متى أقف؟ أقف في فتح القصبة إلى مرحلة شحمة القصبة، وهي الجزء الآخر من القصبة، الجزء المستقيم. يعني أن تكون القصبة وصلت إلى شحمتها، يعني أزلت الجوانب ومحيط القصبة أزلته، ثم وصلت إلى الجزء اللي هو يعني المستقيم، صارت هناك استقامة. الآن بعد ما أوصل لهذا هذه المرحلة أستطيع أن أقص عن طريق المقط هذا الجزء، يعني وهو يعني صراحة قوي وصلب هذه القصبة، يعني أحررها هذه القطعة فأصبح عندنا هذا الشكل. الآن أستمر في هي غيرت الأداة حتى يعني لا مشكلة في الأداة، المهم النتيجة. الآن وصلت إلى الشحمة، هذه تسمى شحمة القصبة. الآن عندما أصل لشحمة القصبة من الجنبين بتناظر يعني يكون هناك تناظر في القط، أحدد سماكة الكتابة أي القصبة، يعني أنا بدي 2 ميلي بدي 1 ميلي، فأحددها عن طريق الجوانب. ثم بعد ذلك حددتها، الآن أقط بميل، الميل يعني عدة يعني عدة آراء فيه، وميل حسب الخط وميل حسب راحة اليد. أنا أعتقد أن راحة اليد هي الأساس في ذلك، يعني هناك زاوية للخط، ولكن الزاوية أيضا يتحكم فيها ميل الطاولة التي أمامك وراحة يدك. وهذه آخر خطوة، وهي هذه خطوة اللي هي القط النهائية، قط رأس القصبة، تحتاج إلى قوة وتسمع صوتها. الآن أصبحت جاهزة، نستطيع أن نستخدم صنفرة ورق الحف لأيضا تنعيم هذه يعني القصبة، وثم نجرب الكتابة بحاجة إلى تنعيم أيضا، ونعمها ثم أكتب، يعني هذه هي النتيجة. طبعا أنا ممكن أهتم بها أكثر وأعملها أكثر، وأنت كذلك تستطيع أن تعمل قصبتك بيدك، وهذا أفضل، لأن أنت تعرف يعني أنت كخطاط تعرف راحة يدك وتعرف ما هو الذي يناسبك. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد في لقاء جديد وفضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة التربوية الأردنية زينب السعود، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك زينب، ضيفة محمد على فضاءات. أهلاً وعلى رافدين. أهلا أهلا فيكم، مرحبا بك. أهلا فيكم. أصدرت روايتين، الرواية الأولى الحرب التي أحرقت تولستوي، والرواية الثانية العبور على طائرة ورقية. نتحدث عن الرواية الأولى التي هي الحرب التي أحرقت تولستوي. حقيقة أنا وقفت عند العنوان، شعرت هذا العنوان فيه رمزية، هناك سر يتوارى خلف هذا العنوان. طبعا تولستوي معروف الأديب الروسي الكبير، وهو الذي نهض الحرب في رواية الحرب والسلام. حضور تولستوي بهذا العنوان بهذه الرواية وهي تتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، هناك سر، هناك رمزية وراء هذا العنوان، كأنك خبأتي هذا السر أو الرمزية في
في عباءة هذا العنوان؟ ودي أن نعرف إذا كان فعلا حدث أن هناك سر أو عنوان العفو رمزية بهذا العنوان. أول شيء أشكرك أستاذ محمد على هذه الاستضافة، وأشكر قناة الرافدين وبرنامج فضاءات. الحرب التي أحرقت تولستوي، يعني دائما سؤال العنوان هو من أكثر الأسئلة التي وجهت لي صراحة بعد صدور هذه الرواية. أنا سأقول يعني الآن هو لم يعد سرا لأنني أفشيته من قبل في لقاء سابق، أن هذا أنا لا أعلم حقيقة لم أرى عنوان لقائك السابق، أن هذا العنوان يعني عنوان الرواية، العنوان لافت حقيقة كثير التساؤلات. صحيح، العنوان هو آخر شيء صراحة أنا كتبته في الرواية، يعني وضعته في الرواية، يعني لم يكن معالم العنوان واضحة. نعم. منذ بداية الرواية كتابة النص كان هناك عناوين أخرى، يعني كنت أضع عناوين وأغير العنوان ثم أضع عنوان آخر، ثم عندما اكتملت رؤية السرد ونسيج الحكاية اكتمل، أعتقد أن العنوان فرض نفسه صراحة. نعم. يعني وجدت أنه علينا أن نستدعي هذا الرمز. نعم. ونحن نتحدث عن رواية الإطار الجغرافي لها هي الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. وربما لأن هذه الرواية تحاول أن تبتعد وتنأى عن توثيقية الحرب. نعم. نحن هنا لا نوثق للحرب، ولا يعني لسنا معنيين بالاصطفاف مع هذه الدولة أو هذه الدولة أو هذه الفئة أو تلك الفئة. فلذلك يعني رمزية تولستوي الذي كتب الحرب والسلم يعني وجدت أنها هي تفرض نفسها على هذا النص. نعم. ويعني من سيقرأ الرواية سيعرف يعني أنه ثقل العنوان يعني ربما يكون مناسب. يعني أنا أتكلم حقيقة دائما أجيب من خلال ما قيل لي من القراء. نعم. يعني أنا لا أجيب من أفكاري الخاصة. ماذا قال القراء؟ يعني هذا ما قيل لي، أن نحن كنا نستغرب، يعني استغربنا العنوان وكنا نبحث عن تولستوي في الرواية. نعم. يعني هل ماذا حدث لتولستوي؟ لكن تولستوي في هذه الرواية كان عبارة عن رمزية، هناك إسقاط على موضوع الحرب. نعم. وموضوع السلام الذي دافع عنه تولستوي في رائعته الحرب والسلم، يعني وهي يعني من قرأ هذه الرواية الكبيرة صراحة والعظيمة. نعم. سيعرف أن تولستوي أمضى عمره وهو ينتقد ويصلح أفكار الحرب والأفكار الاجتماعية التي سادت في روسيا ذلك الفترة. نعم. عندما يعني تعرضت كل المنطقة الغربية، يعني أوروبا الغربية في تلك الفترة، إلى حربهم مع نابليون. نعم. فهو يعني في روايته الحرب والسلم يسخر يعني بطريقة غير مباشرة. نعم. من كل فكرة الحرب، ومن قرأ رواية الحرب والسلم سيجد أنه كان يتحدث عن البيئة الاجتماعية والمبررات التي قادت إلى هذه الحروب بطريقة تجعلنا نتساءل لماذا قامت هذه الحرب؟ ما الهدف منها؟ ما الغاية منها؟ إلى أين ستسير؟ فهو كان يعالج كل هذه الأشياء من خلال حواراتي. عودة الآن إلى روايتي، وجدت أن هناك هذه رمزية التي تكلم عنها تولستوي هي حاضرة الآن، يعني في الحرب الروسية الأوكرانية نحن شاهدنا يعني دولتين شقيقتين ربما. نعم. يعني إذا صح التعبير، إحداهما تعتدي على الأخرى ويعني تفعل فيها يعني ما تفعله الحرب حقيقة. فأعتقد أن تولستوي لو كان حيا يعني تخيلت ماذا سيقول يعني في خلال. نعم. ما حدث، ما فعلته روسيا الآن أو. نعم. أقدمت عليه، فهي من خلال إذن هذا الحرب، يعني من خلال هذا العنوان الآن أصبح يعني الأمر واضح أنه ما كان ينهجه تولستوي في مناهضة الحرب ودعو إلى السلام، يدعو إلى الخير، الآن كل ما دعا إليه بعد 100 عام أو أكثر 100 عام من يعني عصر تولستوي ورواية الحرب والسلام، أنه انتصر الشر في النهاية، أنه هو دعا إلى الخير، دعا إلى السلام، اشتغل بكل قوة من خلال أدبه، من خلال ثقافته، من خلال حضوره في المشهد صحيح. الأدبي والسياسي لحد ما دعا إلى السلام إلى الخير، لكن هكذا أفهم من العنوان. عندما تقولين الحرب التي أحرقت تولستوي، معنى أحرقت منهجه، من أحرقت وتوجه ما وأفكاره، ما دافع عنه يعني. نعم. أمضى حياته يدافع عنه. جعلت تولستوي الأديب الروسي والإنسان النبيل يقف وجها لوجه أمام ذلك الروسي الآخر الذي أظهرته
أنه صانع للحرب والموت والأحزان، ولم تعطه أي مساحة للعذر، هذا الروسي الآخر الذي يقف في الخندق الآخر المواجه لتولستوي. يعني نقول ربما أنه كان مضطرا لدخول الحرب، وربما خصومه ليسوا ملائكة. دعني أقول أستاذ محمد وأؤكد على هذه المعلومة، أن روايتي لم يكن هدفي فيها أن أتساءل من المعتدي ومن الظالم ومن المظلوم، لكن هي يعني الحرب الروسية الأوكرانية هي كانت إطار جغرافي ضم الشخصيات، تحركت الشخصيات خلال هذا المكان، هذه الجغرافيا. كان لابد أن يعني أن أتكلم عن هذه الحرب من خارجها، يعني أن لا أدخل في حيثياتها وتفاصيلها. لماذا؟ لأنه شخصية الرئيسية في الرواية وهي شخصية المراسل الصحفي هي كانت بحاجة إلى هذا الجو الجغرافي حقيقة، لأن هي هذا مجال عملها. يعني هو الشخصية تعمل في مجال المراسل الصحفي، هو مراسل صحفي ميداني، فهو يعمل في المناطق المتأزمة أو مناطق الصراعات، مناطق الحروب. فكان أفضل شيء صراحة أنه نحن نزج بهذه الشخصية في أتون هذه في هذا المكان الذي حدثت فيه حرب لم يتوقعها أحد. ربما يعني إذا كنت تذكر عندما يعني سمعنا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كانت صدمة لنا جميعا، مع أننا كنا نعرف أن هناك إرهاصات مسبقا، ولكننا كنا نستبعد أن يقوم أن تقوم دولة غربية بمهاجمة دولة غربية أخرى في هذا العصر الحديث على الأقل. يعني نحن متعودون يعني في عالمنا العربي نحن نتلقى نحن نتلقى دائما يعني هذه الأشياء، لكن لم يدر بخلدنا أنها نشهد صراع من هذا القبيل في عصرنا الحديث. معروف أبعاد الحرب. يعني اختيار، أنا رأيي اختيار ذكي أنك اخترت بطل الرواية أن يكون صحفيا مراسلا، لأنه بتقديري الصحفي المراسل عندما يكون في ساحة حرب يكون أكثر اطلاع من الشخص الذي يعيش الحرب. صحيح. لأن ربما الشخص الذي يعيش تحت وطأة الحرب يعيش جانب من الحياة القاسية فقط. يعني اختيارك لي أو تجسيدك لبطل الرواية أن يكون مراسل صحفي ربما يعني وظيفته مهنته تعطيه فرصة أن يطلع اطلاع واسع على أحداث وأتون الحرب وما يدور من مآسي. فاختيار ذكي، لكني توقفت يعني أمام جزئية من ما يحيط بالبطل الرواية، هو أنه المصور الذي يرافقه واسمه سفيان، الصحفي طبعا المراسل الصحفي اسمه يوسف. المصور سفيان يعني اخترته أن يكون عراقيا وأمه أوكرانية. بدي هذا الجانب أنه نسلط الضوء عليه، لماذا كان عراقيا؟ يعني أمه أوكرانية ممكن طبيعية، أمر أنه جزء من هذا البلد، جزء من حرب، لماذا عراقي كان المصور؟ صراحة أنا عندما بدأت في فكرة الرواية كان في عندي يعني في مخيلتي هكذا كان في مخيلتي أن يعني أبني عمل لا أدري يعني ربما تكون فكرة ساذجة، لكن هكذا يعني هكذا جرت الأمور. أريد يعني عمل أجد فيه روح العربية، يعني أريد أن أشاهد عرب يتنقلون في النص، لا أريد أن أشاهد جنسية واحدة فقط. فكانت اختيار شخصية سفيان أن يكون من العراق صراحة، أولا نحن نحب العراق والعراق يعني العراق يعني يكفي أن نقول العراق فقط. يعني فكانت يعني شخصية سفيان من التوزيعات الجغرافية العربية، الشخصيات في الرواية كان من ضمنها شخصية سفيان. هناك شخصيات عربية أخرى يعني إذا لاحظت أستاذ محمد يعني ما لا أعرف يعني هكذا خطر لي، أنا يعني كنت مهووسة بهذه الفكرة صراحة. أن أوجد هكذا يعني شيء يعني نحن نطمح إليه في الواقع ولا نستطيع يعني أن نصل إليه. فكانت تراودني هذه الفكرة أن على الأقل أن أجرب في روايتي، وهي كانت ربما يعني من حماس البدايات يعني حماس الكتابة الأولى. جميل. أيضا اخترت الانطلاقة الأولى من أربيل، أنه بداية أحداث الرواية تنطلق أنه هذا الصحفي يوسف يعمل في أربيل، وطبعا هناك مشاكل البعد والفراق بينه وبين عائلته، زوجته، بين يعني هناك مشاكل بينه وبين زوجته
جمانة التي دائما تشعر أن المسؤولية ثقيلة عليها في تربية الأولاد والأب غائب، ثم يفاجئها أنه انتقل عمله من أربيل إلى أوكرانيا. الصدمة أكبر كثيرة، لكن قال لها أنه خلص القرار قرار المؤسسة يجب أن أذهب، ورضخت هي للأمر الواقع إلى حد ما. الانطلاقة من أربيل أيضا، سألتك عن سفيان عراقي، الانطلاقة من أربيل ما معنى؟ يعني بصراحة هي أنا يعني هذه جزء من رسم الشخصية يعني، نعم. حتى تكون الشخصية واضحة، طريقة عملها، الأماكن التي عملت بها، فأنا استعرضت الأماكن التي عمل فيها يوسف، نعم. كان من ضمنها مناطق الصراع المعروفة يعني في عالمنا العربي، هو عمل في ليبيا، عمل في سوريا، ويعني كان من الطبيعي أن أيضا يعني نوجد له جغرافيا أخرى يعني متاحة وممكنة، يعني هي كانت أربيل صراحة، نعم. فأيضا يعني كان له أيضا يعني جزء من عمله كان في الكويت، لكن هو كان جزء هذا يعني الذي استعرضناه في حياته في الكويت. ثم انطلق الانطلاقة يعني انطلاق اللي هي يعني انطلاقة الرواية أيضا هي إلى أوكرانيا، فهي جاءت ضمن إطار رسم الشخصية حقيقة، يعني موضوع أربيل ربما فقط يعني إضاءات. ويعني دائما في الأدب أنا أقول في الأدب علينا أن نجرب، هو تجريب، نعم. يعني نجرب أسماء جديدة ونجرب مدن جديدة ونجرب جغرافيا جديدة، يعني هذا كان يعني هاجسي في الكتابة. تعملين بمهنة تدريس في الكويت، نعم، وتدريس اللغة العربية على ما أعتقد، نعم. روايتك ربما من خلال هذا المنطلق كونك تعملي في تدريس اللغة العربية في الكويت، هذه الرواية أجيزت من قبل وزارة التربية الكويتية في مساق المطالعة الحرة للمرحلة الثانوية بأحدى المدارس الخاصة، صحيح. يعني بدي أن نطلع على هذا الأمر، كيف أجيزت هذه الرواية أن تكون ضمن منهاج المطالعة الحرة لأحدى المدارس؟ والله بالنسبة لموضوع تدريس الرواية صراحة يعني أنا هذه كانت بالنسبة لي يعني أكثر مما كنت أطمح إليه في عمل الأول صراحة، يعني كان شعور جميل جدا، نعم. والحمد لله يعني هذا أنا أعتبره توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا النص ولي أيضا. أنا يعني الأمور كانت بسيطة، يعني أنا كلموني دار المكتبة في الكويت، قالوا لي أن هناك مدرسة خاصة تواصلت معهم وترغب يعني الحصول على كمية من نسخ من الرواية بعد الطلاب المرحلة الثانوية، نعم. في المدرسة، ويعني كان السؤال روتيني، قالوا هل متوفر؟ وقلت يعني الأمور يعني إن شاء الله يعني طيبة. فالموضوع يعني بجزء يعني مضى عليه أشهر، بجزء 3 أشهر أو 4 أشهر، في اللي هي فترة يعني مخاطبتهم للوزارة وكذا، نعم. إجراءات الروتينية. فبعد يعني بجزء هذه الأشهر تفاجأت أن الموضوع يعني عاد وفتح معي مرة أخرى، أنه بعثوا لي أنه تم يعني إجازة نص الرواية الحرب التي أحرقت تولستوي من قبل وزارة التربية الكويتية. جميل. ما أهمية أن يكون لنا أدب نظيف يقرأه الشباب بعيدا عن روايات الفتيان؟ يعني أنا صراحة حدثني قد تندرج هذه أيضا ضمن هذا المنهاج وهذا المساق، يعني بعض العاملين في مجال في هذا المجال، يعني تعرف أنت أستاذ محمد يعني ممكن التعليم الحكومي يعني ربما لا توجد فيه هذا التوجه بكثرة، نعم. تدريس المواد الأدب كروايات حرة، لكن ممكن، نعم. في المدارس الخاصة موجود أكثر يعني، وهذا شيء جيد صراحة. فيعني الأدب النظيف يعني هذا المصطلح قيل لي من 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 أحد الأشخاص المهتمين بمجال التربية والمهتمين، نعم. بأدب الناشئة وأدب الفتيان، فقال لي يعني من المهم جدا أن يكون الطالب في المرحلة الثانوية يقرأ أدب، يعني، نعم. لماذا يعني فقط يعني نقول له اقرأ قصص أطفال أو قصص ناشئة، يعني هي مكتوبة بطريقة معينة، يعني كان هناك يعني كلام وحوار أنه لماذا لا يقرأ طلابنا أدب، نعم. طيب كيف سيقرأ طلابنا في المدارس أدبا، وكيف سيتم اختيار هذه النصوص، لأنك تعرف مرحلة عمرية حرجة، نعم. عليه يعني حتى وهو يقرأ روايات أو أدب، لكن يجب أن يكون يعني هناك مراعاة لطبيعة السن والعمر والعقل في هذه الفئة العمرية.
يعني الأدب النظيف، أنا أقول أنه الأدب النظيف يجب أن يكون هذا مصطلح الأدب أصلا يعني. النظيف يعني نظيف فكريا، نظيف عقليا. نحن لا نقول أن يكون الأدب نظيف بمعنى أن يخلو من الصراعات أو يخلو من التأزم أو يخلو من التشظي أو يخلو من الاقتراب من الواقع، لكن أن تقدم جملة أنيقة، جملة ترقى بعقل القارئ، تقدم وعي وفهم، وأن لا يكون هناك إقحامات لأشياء وإيحاءات وأشياء ما نراه الآن يعني في كثير من الأعمال الأدبية للأسف، والتي أنا أجزم أن لا أنت ولا أنا نستطيع أن نعطيها لأبنائنا ليقرؤوها يعني. بعد الفاصل معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في لقاء جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة التربوية الأردنية زينب السعود. نعود إليك يا سيد زينب، كنا نتحدث عن الأدب النظيف، يعني كيف نقيم أنه هذا أدب نظيف وذاك أدب غير ذلك؟ كيف ما هي المعايير؟ يعني هو السؤال صراحة كبير جدا، ربما أكبر من أني أنا أتكلم عنه يعني ككاتبة أو كروائية، يعني هناك أطراف كثيرة تتداخل في هذا في هذه الإجابة يعني، وهم عليهم يعني يقع على عاتقهم العبء الأكبر من الإجابة أكثر مني أنا ككاتب. هناك النقاد، أين النقاد يعني؟ أين النقد الحقيقي في عالمنا العربي الذي يوجه قلم الكاتب؟ وأين النقد الذي يتحمل مسؤولية أن يفرز لي أدب يصلح لبيئتي، لمجتمعي، لشبابنا، لبناتنا؟ أين الناقد أو الهيئة النقدية العربية التي تستطيع أن فعلا تعمل بإفراز أدب يليق أن يوضع في مكتبة الأسرة أو في مكتبة عائلة في المنزل أو يقرأ من فئة الشباب؟ فيعني هناك مسؤولية كبيرة، يعني هناك مسؤولية الهيئات الثقافية، هناك مسؤولية الدولة أيضا، الدول. فهذه مسؤولية مشتركة. لكن أنا يعني في فهمي أنا، وربما هذا يعني منهجي أنا صراحة في الكتابة، أنا أقترب من الواقع كثيرا وأعالج أشياء يعني حساسة جدا في الواقع، لكن هنا تأتي احترافية الكاتب. عليك أن يعني تقترب بدون أن يكون هذا الاقتراب مقحم. هناك نشاهد يعني نحن في كثير من الأدب وكثير من الروايات، واسمح لي أن أقول بعضها يعني أخذ يعني حاز على جوائز. والآن تتعرف أن حوارات الجوائز الآن يعني تشغل الرأي الثقافي والميدان الثقافي. كثير من الروايات يعني هناك فيها مشاهد بالصفحات هي واضح أنها كتبت، لذلك كثير من الشعراء الآن تحولوا إلى كتابة الروايات حتى طمعا بالجوائز للأسف يعني. فيعني موضوع الأدب هو ربما يعني هذا يندرج تحت عنوان كبير اللي هو أخلقت الأدب. هناك حوار كبير معروف الآن، المؤسسات التي تمنح هذه، مع احترامنا لبعضها، تمنح هذه الجوائز تريد أدبا معين الذي عكس ما حضرتك تدعو أو ندعو بشكل عام كلنا إليه، هذا الأدب النظيف. نتحدث عن الرواية الثانية وهي العبور على طائرة من ورق. تعددت فيها الشخصيات الرئيسية وجميع هذه الشخصيات متأزمة يعني، فكيف الكاتب أن يتقمص عدة شخصيات في المتن الواحد؟ وما هي معاييره وأدواته للنجاح في ذلك، أن يعني يختار شخصيات متعددة وشخصيات مهمة في ومتأزمة أيضا؟ رواية العبور على طائرة من ورق يعني قد يعتبرها البعض هي الجزء الثاني المتمم أو المكمل للرواية الأولى، الحرب التي أحرقت تولستوي. وأنا أميل أنها هي رواية منفصلة، لكن لو قرأ من قرأ الرواية الأولى ربما سيجد خيط رفيع، لأننا ما زلنا في أجواء الطلبة الذين عادوا من أوكرانيا. هذه الرواية العبور على طائر من ورق تتناول قصة الشباب العرب الذين وجدوا أنفسهم في أتون هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه الحرب يعني وقفت عائقا أمام إكمالهم لمسيرتهم التعليمية. وهم مبتعثون يعني، وهم يعني شباب من الشباب العرب المبتعثين هناك في دولة أوكرانيا. هؤلاء الشباب عادوا إلى بلدانهم، ومنهم هذه الفئة أصدقائنا يعني أبطال هذه الرواية، هتاف وإلياس وأمجاد. هذه الشخصيات كل شخصية منها لديها الآن حرب أخرى غير الحرب التي جاءت منها، لأن هناك حرب وتأزمات شخصية ذاتية.
الرواية طبعا امتازت بتعدد أصوات السرد، وهو ما يسمى الآن بلغة النقد الحديث الرواية البوليفونية. فهذه صراحة كانت تحدي بيني وبين نفسي، يعني أن أكتب كل شخصية متعمقة فيها، متقمصة لها، نعم، بانفعالاتها، بأغوارها، سبر أغوارها المتألمة المتأزمة، ومحاولة استخلاص أعماق هذه الشخصية، وثم الخروج من هذه الشخصية ويعني تقمص شخصية أخرى. وهذه طبعا في العمل الأدبي أو الروائي يعني ربما هو يعني شيء صعب، يعني يريد يعني مهارة صراحة. الآن الأدوات هي أعتقد هي الأدوات تعتمد على ثقافة الكاتب أولا، نعم، تعتمد على الشغف صراحة، هي موضوع شغف أيضا يدخل فيها موضوع الشغف، نعم، ولها علاقة بإمكانيات الكاتب وقدراته، يعني قدرته اللغوية أن يفرز لغة، نعم، هذه الشخصية عن ويباين بين اللغتين، يعني هذه الشخصية، نعم، لغتها. كتابة الرواية طبعا تقييم الرواية، كل ما كانت الرواية من الخيال في كل تفاصيلها، كل ما كان هكذا تقييم النقاد، كل ما كان الروائي ناجحا في روايته ويبتعد عن الأحداث الحقيقية. أحيانا بعض الروايات تأخذ من الواقع قليلا على الواقع، صح. طبعا مؤكد هناك طلبة عرب تأثروا بحرب الروسية الأوكرانية، وطبعا منهم من غادر، لم يكمل دراسته، كما هي هتاف بطلة الرواية، نعم، التي لم تكمل، كانت تدرس الطب بناء على رغبة والدها ولم تكمل الدراسة، ظروف الحرب أجبرتها، وكثير بعضهم فقد حياته، بعض فقد من مختلف الجنسيات عربية وغير عربية. يعني عندما قرأت الرواية شعرت أنه هناك إسقاطات على الواقع، فهل التقيت بأحد ممن تضروا، من الطلبة المتعثين الذين تأثروا وعادوا إلى بلدانهم بهذه الخيبات، بهذه النكسات، أم كل ما كتب كان خيالا؟ في جزء كبير منه يعني خيال، نعم، لكن هو خيال يعتمد على ثقافة، يعني أكيد، نعم، على اطلاع وعلى متابعة وعلى قراءات، يعني هو ليس خيال يأتي هكذا يعني عبث، فهو خيال مدروس، نعم، وخيال لدي يعني يستند إلى مجموعة من المعطيات الموجودة التي ربما يمر عليها الإنسان العادي، يعني غير الكاتب أقصد، يعني يمر عليها مرور الكرام، يعني هذا دور الكاتب أن تلتقط عينه هذه الأشياء وتضخم الحدث العادي البسيط، نعم، الذي يراه الإنسان غير الكاتب، يراه موضوعا عاديا، أن مهمة الكاتب أن يضخم هذه الجزئية ويبني عليها سرديات ويبني عليها حوارات، وهذا ما فعلته يعني أنا في الشخصيات. هي يعني أنا قلت هم طلاب عرب، لكن عندما تقرأ كل شخصية فيهم ستتشعب بنا الآن حوارات الشخصية وقصصها وسردياتها. هي ليست فقط أزمتها أنها عادت من أوكرانيا ولم تنهي الدراسة، الآن هتاف، نعم، فتحت لنا حوار على موضوع آخر اجتماعيا، وهو موضوع الطالب الذي يدرس تخصص، وخاصة تخصص الطب، يعني، نعم، فقط لرغبة العائلة، فهي كانت هذه أزمة، نعم، هي تريد أن تدرس الأدب، ولكن هي رضخت لرغبة العائلة في برستيج هو، نعم، الطب، أو يعني إذا صح التعبير واجهة اجتماعية يعني، نعم، فهي وجدت نفسها يعني في خضم أنا لا تريد أن تكمل في هذا التخصص. لدينا شخصية أمجاد طالبة مبتعثة عائدة، نعم، بخيبة أمل دراسية، لكن أيضا هي لديها خيبة أمل أخرى اجتماعيا أيضا، نعم، ولديها خيبة أمل نفسية في يعني، نعم، هي تعاني من موضوع يعني ربما هي ثيمة الرواية كلمة، نعم، العبور، يعني تمثلها أمجاد، هي تعاني من فقدان هويتها الجنسية أو اضطراب الهوية الجنسية. طبعا إذا سمحت لي أتكلم فقط عن أمجاد، صراحة شخصية أمجاد الذي جعلني يعني أكتب عنها كانت في يعني هي جاءت في الفترة التي كان الكل يتكلم فيها عن موضوع الهبة التي ظهرت في أوروبا، نعم، المثلية الجنسية وتغيير الجندر وإلى آخره. فأنا قلت لماذا نحن دائما نتلقى هذه الأشياء، ولا يعني لماذا لا نحاول أن يعني نتكلم عن ما لدينا، نعم، بطريقة أخرى. يعني شخصيا أنا يعني أردت أن أرد على موضوع المثلية الجنسية، لكن بأسلوب
بأسلوب الأدب وبأسلوب شخصية ممكن أن تكون موجودة يعني في المجتمع. نعم. يعني لا نعرف ممكن تكون موجودة وهي موجودة في بعض المجتمعات يعني. نعم. وربما تكون موجودة أيضا في المجتمع الأردني ما لا يعني. فهناك رسائل نريد أن نوصلها أن هذا الذي تسمونه أنتم مثلية جنسية هناك له مؤصل شرعي إذا كان. نعم. شيء مرضي. وهذا يعني موجود في حتى في الفقه الإسلامي هناك باب الفقه المشكل أو ما أشكل جنسه. نعم. فنريد أن الآن نحن يعني نميز المصطلحات لأنه نحن في عالمنا العربي للأسف نعاني من تمييع المصطلح صراحة. نعم. فأنا يعني كانت فرصة أنه نحن نتكلم عن هذا الموضوع لكن بوجهة نظرنا إحنا اجتماعيا نحن نتقبل ما هو مرضي يعني يحتاج إلى علاج. نعم. أما ما هو نفسي بحت أو هو هوائي أو يستند إلى الهوى كذا فهذا شيء أكيد يعني نحن يعني نقول رسالة قوية أننا ضده يعني. الكتاب عن الراهن هل تعد مغامرة؟ مؤكد أكيد مغامرة يعني. نعم. شائكة أيضا يعني. أعانك الله. يعني أول عمل روائي لك تناولت فيه اللي هي الحرب التي أحرقت تولستوي الحرب الروسية الأوكرانية. العمل الروائي الثاني أيضا بقيت ضمن هذا الفضاء ضمن هذا الفضاء المحترق المحتدم أيضا الحرب الروسية الأوكرانية لكن اخترت بطل رواية بالبداية نكون صحفي لديه اطلاع واسع من خلال حركته في جغرافية الأرض المحترقة. الرواية الثانية اخترت الأبطال أن يكونوا طلاب مبتعثين أيضا عانوا ما عانوا ولكل واحد قصة. القاسم المشترك بين الروايتين هو الحرب الروسية الأوكرانية مع أنك تعيشين في بلد يعني آمن لحد بعيد عن الصراعات بين الحروب. ما الذي دفعك إلى هذه الساحة المحتدمة في الكتابة اللي هي يعني ما سميته أنت الكتابة عن الراهن يعني. نعم. صراحة الكتابة عن حدث لم يكتمل بعد وحدث يتشارك الجميع في الحديث عنه. نعم. وحدث قابل لأن يتغير ويتبدل. وحدث ما زلنا لا نعرف إلى أين يسير وكيف سينتهي يعني. هي كانت مغامرة أكيد أنا أسميها مغامرة. وأنا أتفق معك أنها كانت مغامرة فعلا لكن كانت مغامرة العمل الأول كان يستحق صراحة أني أنا أخوض مغامرة. نعم. يعني أنا كان يعني كان في دائما لدي السؤال وكل من يعرفني يعني عن قرب كان دائما يتساءل يعني انت المفروض الان عندك 20 مؤلف في المكتبه. نعم. فانا ما اعرف انا تريثت كثيرا حتى كتبت صراحه حتى نشرت يعني. فكان لابد انه بعد هذا التريث والسنين الطويله يعني الواحد يعني يدخل في معركه. نعم. لا اقصد معركه الروايه او الحرب لكن معركه الكتابه الان. نعم. فكان لابد من يعني الخوض في شيء يعني صراحة جديد ويعني هو تحدي صراحة. جميل. أنا من خلال حقيقة معرفتي البسيطة بالعمل الروائي شعرت من خلال هاتين روايتين أنك استحضرتي كل دروع المواجهة مع النقاد حقيقة اللغة الرشيقة القدرة الاحتراف في كتابة الرواية هذا واضح أنك مررت بمراحل تأني كثيرة مع القراءة والاستزادة من العمل الروائي واضح أنك يعني تأثرت كثيرا بالأدب الروسي لأنه الأدب الروسي حاضر عندك دوستويفسكي وتشيخوف وتولستوي من خلال حديث بطلة الرواية الثانية هوتاف كانت تطمح أنه تدرس الأدب وروايات الكتاب الروس حاضرة دائما في ذهنها وهي تدافع عن رغبتها لكن انساقت إلى رغبة الوالد لذلك يعني أغبطك على أنك يعني قدمت عملا أشعر إلى حد بعيد أنه لا يستطيع ناقد لئيم أن ينفذ من ثغرة معينة لأنك مستحضرة كل أسلحة الدفاع عن هذا العمل. جميل. وأنا أتابع مسيرتك الإبداعية لفت انتباهي عنوان ندوة شاركت فيها العنوان هو علم نفس الكاتب أثر الرواية على نفسية الكاتب التي هذه الندوة أقيمت في مركز طروس في الكويت. نعم. يعني بدي أن من خلال أنت مررت بتجربة كتاب الروائية حقيقة موضوع لافت يعني مثير أنه يعني كيف يتأثر
الكاتب الروائي؟ ما الأثر الذي يتركه العمل الروائي على الكاتب؟ الأثر النفسي. هذه ندوة تأثير الكتابة على الكاتب أو علم نفس الكاتب. هذه كانت ندوة يعني من إعداد ومركز دروس في الكويت، مركز دروس الثقافي، وهم مهتمون صراحة حقيقة يعني بهذا الجانب يعني. وأنا يعني لي تعاونات معهم مركز دروس، وأحييهم يعني صراحة على جهدهم الواضح في انتقاء المواضيع التي تهم يعني ربما مواضيع جديدة تهم الوسط الثقافي. نفسية الكاتب يعني هذا أسئلة كثيرة نسألها يعني، وفي معرض الكتاب كثير من الشباب الصغار يعني يقتربون من الكتاب ويتساءلون أسئلة يعني بسيطة، لكن هي أسئلة يعني تدور في عقولهم. يعني مثال يعني هل فعلا الكاتب يتأزم ويعيش يعني في قوقعة وهو يكتب روايته؟ وكما نسمع هل يمضي الكاتب مثلا 10 سنين من عمره ويكتب في روايته إلى آخره؟ وهذا مثال أنا سأذكره أيضا وذكرته سابقا في مقابلة سابقة حقيقة، ولكن يعني الشيء بالشيء أذكر. إحدى الشابات في معرض الكتاب في الكويت سألتني يعني هل كم تستغرق كتابة الرواية؟ نعم. هل صحيح أن تستغرق سنوات من العمر يعني وهكذا؟ فأنا ابتسمت قلت لها لا، هذا اسأليني السؤال الأكثر صحة من هذا السؤال. السؤال الذي يجب أن تسأليه هو كم استغرق استعدادي أو إعدادي لنفسي قبل أن أبدأ بالكتابة؟ هذا هو السؤال المهم، لأنك إذا أنت كنت مستعد للكتابة ستكون موضوع الكتابة يعني يمشي يعني. نعم. بالعودة إلى السؤال أثر الكتابة على نفسية الكاتب، هي الكتابة يعني أكيد كما قال أحمد خالد توفيق رحمه الله عمل شاق وعمل مرهق. نعم. وهي استنزاف حقيقة يعني الكاتب الحقيقي طبعا، أما الكاتب الذي يريد أن يكتب يعني أي كلام وينشر لا نقول له يعني الله يعطيك العافية ما شاء الله أبدعت. أما الكاتب الذي يعني يريد فعلا أن يقرأ نصه ويدوم ويبقى هذا النص، لأن نحن نكتب يعني ربما نذهب نحن وتبقى هذه النصوص. فنعم هي الكتابة عمل شاق وعمل مرهق. نعم. وعمل يستنزف نفسية الكاتب ويستنزف يعني يستدعي جميع ثقافة. إذن هو هم كبير وليس ترف. لا طبعا هو ليس ترف أكيد، بالعكس يعني أنا الآن قبل أيام يعني أنهيت مخطوطي الثالث يعني. نعم. مخطوط الرواية الثالث إن شاء الله، أعمل أن تصدر قريبا إن شاء الله. فيعني حقيقة يعني ولا أبالغ في ذلك أنها فعلا يعني سببت لي يعني بعض الآلام النفسية والجسدية. إن شاء الله بالتوفيق والله يبعدك عن الآلام. آمين يا رب. يعني هموم الكتاب أو معاناة أو المغامرات، ونجحت أنت قلت العمل مغامرة، لكن ما شاء الله خرجت من هذه المغامرة بسلام وانتصار الحمد لله. يعني حتى لا يدركنا الوقت، لك مقال في مدونات الجزيرة حمل عنوان حول أخلاقة الأدب، ماذا قصدتي بأخلاقة الأدب؟ يعني المقال صراحة كان رد على فكرة الشائعة في الأوساط. نعم. في كثير من الأوساط الثقافية للأسف هي فصل الأدب عن الأخلاق، وهما يأخذون مبدأ الفن للفن الذي قال به غوته. نعم. يعني قبل ذلك، وهو فهم يعني بشكل خاطئ، ولم يكن هذا هو يعني المفهوم الذي يتمسكون به الآن، هو المفهوم الذي قصده في فكرة الفن للفن. نعم. للأسف الآن يعني هناك فئة كثيرة من المثقفين ومن الكتاب يتبنون هذا الرأي ويقولون أن. نعم. الأدب ليس له رسالة أخلاقية. ودائما إذا لاحظت أستاذ محمد، وأنا كتبت هذا في المقال، عندما يثور هذا الحوار دائما يتوجه هذا يعني دائما نفهم أن موضوع الأخلاق يتركز لهم في شيئين. نعم. يعني في الجنس وفي الله. نعم. يعني في الدين وفي الأخلاق. نعم. يعني. نعم. أو في الجنس، موضوع الجنس. لذلك يعني أنا أستغرب أن يكون الكاتب يعني أن يصرح كاتب مثلا يقول أنا أريد أن أقترب من البؤر السوداء ومن المسكوت عنه وأكتب ما يعني انثيالاتي دون. نعم. أن أراعي يعني أن يكون هناك معايير. يعني صراحة أنا يعني أستغرب يعني إذا أنت لا تكتب أدب، أنت. نعم. أنت تعرض لي شريط أخبار، إذا أنت كنت تريد أن تعرض لي الواقع كما هو بقبحي كما يقولون بسوداويته وأن تدخل إلى المناطق المظلمة أدخل، لكن دعني أرى موقفا. نعم. لك أنت ككاتب دعني أرى ردة فعل تجاه هذه الرسالة الإنسانية. يعني. رسالة. أين دورك يعني أنت؟ هل دور الكاتب فقط أن يعرض لي شريط؟ هذا نسمعه في الأخبار ونشاهده في الأخبار.
لكن يعني انا بوجهه نظري الادب يعني له قيمه، لذلك اغلب قيمه عليا يعني اغلب الاعمال الروائيه التي فازت بجوائز، لا اقول كلها لكن اغلبها، انه كانت يعني وقعت التي في هذا تتجاوز الانزلاق تكسر للأسف. المحظور وتدخل بالمحظور لاجل اهداف طبعا الجهات المعنيه تريد ان توصل ثقافه معينه الى المجتمع من خلال هذا. وأتمنى جميعنا أن يواجه هذه الهجمة وهذه الثقافة الخطيرة على مجتمعنا. وجميل أخلقت الأدب. شكرا لك الكاتبة والناشطة التربوية الأردنية زينب السعود على هذا الحوار الجميل. شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا لقناة الرافدين وبرنامج فضاءات. كل شكرا الشكر. شكرا جزيلا. شكرا لك أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.